مشكل كبير عن اللي كنعانيو مع هذه الجمعيه هذه اللي كتعتبر جمعيات مستوردين على الصعيد الوطني، كتحارب المنتوج المحلي، كتحارب الواحد، كتحارب الفلاح السامي، وهي مدعمه من واحد الناس اللي كيستافدوا منها كيستافدوا معاها. احنا ما كنقلوش المجهودات اللي كديرها بعض الاطر الفلاحه، بعض الاطر كاين في الفلاحه الاشرف فيما يخص الناس اللي كيتعاملوا مع هذيك الجمعيات المستوردين، هما اللي كيحاربوا القطاع الفلاحي خاصه في الواحات، الواحات اللي هي الان في الحدود، الواحات اللي هي في طاطا، في حميل الغزلان، في زاكوره، في الرشيديه، في من وادون الى حوالي اربع الجهات، من وادون الى وجده. هذه الفيدرالية الوطنية للمنتجين كتضم أزيد من 50,000 فلاح اللي منخرط فيها، وأزيد من 600 تعاونية. هذه التعاونية اللي فيها شباب، فيها نساء، فيها رجال، فيها فلاحة اللي هما فيهم الإخلاص وشعارهم دائما الله الوطن الملك، اللي هما عندهم العيش، عندهم قسوة الطبيعة، عندهم الجفاف، لكن الحمد لله الآن كيعملوا ليل نهار في الضيعات الفلاحيه خاصه في الواحات. هاد جريده انفاس اللي هي استضافت هذا الاخ، نتمنوا ان تستضفنا باش نعطوا الحقيقه اللي كيعانيها الفلاح، وخاصه الفلاح ديال الواحات. واكثر من ذلك ان الفلاح ديال الواحات هذا العام اللي داز راه حوالي ربما ازيد من 200,000 طن اللي هي موجوده، والان كنسمعوا على اللسان وعلى اللسان حتى بعض الناس اللي كيحاولوا يخربوا هذا القطاع كيما كانوا دايرها الفلاحه، حتى ثلث من هذاك التمر كياكلوا البهيم. عيب ان منتوج وطني صاروا عليه الفلاحه، صاروا عليه كيقتطوا به الناس ونسموا انا كياكلوا البهيم. هاد الكلمه حشومه باقي نسمعوها من اطر في اداره والله طرف في الجمعيه هذه. انا كنتعجب ليه اش من اتفاقيه بيننا مع الجزائر للان السوق المغربي كله من ربما من طنجه للقويره كل شيء الدكاكيلاش من اللي كتلقاها موجوده في التمور الجزائريه. علاش ما كنحلوا هاد التمور المحليه؟ ان الفلاح الضعيف اصبح الى ما كانت تدخل كبير، وكنتمناو يكون تدخل من سيدنا، لان ما لقينا حنا كفلاحه البسطاء ما لقيناش اداه صغيره لا من الاداره ولا من هذه الجمعيه اللي هي حاولنا فتحنا معها جميع الابواب السوق التمور المحليه ما بغاتش في الواحد. ونتمنى من هذا المنبر وكنناشدوا السيد وزير الفلاحه ان كتبنا عشرات المرات ما كتوصلوا شكايتنا ولا ما كتوصلوش. هذيك الفيدراليه اللي كيعنيها ما كتعنينا كفلاحه في الواحات، راه داروا كما على جعل اللسان وانا قال لك فيها منخرط فيها هو كمستورد ومن معاه، ومنخرط فيها الفلاحه اللي سماهم هو الفلاحه العصريه. هذوك الناس الله يعاونهم كيديروا الفلاحه العصريه، ان احنا الفلاحه البسطاء راه ما كتعنيناش وما منخرطين فيها وتحرمنا منها. الحقيقه ردا على صريح اللي جا به السي حميد الشريف في جريدة أنفاس، فالتصريحات التي أدلى بها حقيقة كلها مغلوطة بخصوص المنتوج الوطني. فبخصوص المنتوج الوطني كاين وفرة ديال الإنتاج في هذه السنة هذه، اللي في الحقيقة وصلنا واحد السعة ديال التخزين ديال 575 طن، ما سهلاش في هذه السنة بحكم أن كما قلنا كاينة جودة في الإنتاج. وبالاضافه الى ان الفلاحه اللي كيزودونا بالمنتوج من بعد ما امتلأت الواحد عن اخرها بداو كيديو المنتوج ديالهم لمختلف مناطق اللي كيكون فيها التخزين، مختلف المدن خصوصا الدار البيضاء، مراكش، الرباط، وبالتالي فالمنتوج راه كاين بوفره وبجوده عاليه جدا. الى جينا نشوفوا على مستوى الانتاج فتقريبا واحد طن في التثمين ديالها داخل هذه الوحده كتكلفنا 20 يوم عمل، فما بالك ب 575 طن. كما قلنا ازيد من 567 فلاح كيزودوا وحده بالطن. فالجمعيه جمعيه المستوردين التي يمثلها السيد حميد شريف في هذا التصريح هذا
لم يسبق لهم أن يعني قاموا بأي عملية شراء من عند هذه الوحدات هذو ديال المنطقة ديال إقليم زبورة وحتى المنطقة ديال الرشيدية وكذلك تطع. فكيلتاجئوا غالبا إلى استيراد التمور بكميات وافرة وبكميات كبيرة جدا في الخارج كما جاء في التصريح في مختلف مدن اللي كتعرف يعني الانتاج. والاشكال اللي كاين هو انهم كيستوردوا هذه الماده هذه ماده التمور بكميات كبيره وكبيره جدا وكيغرقوا السوق. وكذلك الى جينا نشوفوا فهذا العام هذا كاين استيراد ديال دقلة ديال الجزائر وبالتالي في الحقيقة كانت واحد صدمة كبيرة بالنسبة لنا احنا كمسيرين ديال مجموعات نفع اقتصادي في المغرب 21 مجموعة. وكذلك الفلاحة اللي في هذا الوقت هذه ديال شعبان اللي كي يقوموا باستخراج او لا يعني كيديوا التمر ديالهم من الوحدة لمختلف المدن كيصطادموا وكيتصادفوا مع هذا الاشكال ديال ان السوق يعني مبلوكي بهذا المعنى هذا رغم انهم كما قلنا كيتوفروا على منتوج اللي فيه مواصفات حقيقه مواصفات عاليه جدا كاينه جوده. ولكن الاشكال اللي كاين هو ان المسوقين ما بغاوش لان درنا محاولات عديده بالتدخل ديال القطاع الوسطي ما بغاوش يديروا عمليه شراء من عند المجموعه ذات النفع الاقتصادي بطريقه اللي التجؤوا لها هو انه يعني كاين اصناف عندنا عندهم جوده وكيعطوك ثمن غير مناسب ثمن نازل بزاف. وهذا ضرب في الصميم ديال 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 مخطط المغرب الاخضر اللي من البرامج ديالو ان في 2020 كان من المفروض اننا نسطروا 5000 طن للخارج. ولكن للاسف كاين دابا مازال كاين استيراد مازال كاين اغراق ديال السوق الوطني بالتمور الاجنبيه وكنتخلاو على الفلاح اللي كيتمعش من هذا الماده هذه واللي هي الحقيقه اسر وعائلات كبيره وكبيره جدا اللي كتنتظر انها تبيع هذا التمور هذه في شعبان وفي رمضان باش انها تستطع انها يعني تواكب الحياه ديالها بشكل طبيعي. هنا فواحد الرد على السيد رئيس النائب الاول لرئيس الجمعيه الوطنيه للمسوقين اللي خرج واحد سميتو اعلامي مع جريده انفاس اللي كيمثل فيه اللي كيهضر فيه بسميتو الفيدراليه البين المهنيه المغربيه للتمور. الفيدراليه المغربيه البين المهنيه للتمور اللي هي لا وجود لها في سميتو اللي هي قانوني بالشكل اللي هو قانوني لان القانون صفه المنظم لهذه الفيدراليات بين المهنيه للفلاحه والصيد البحري واضح جدا هو يتحدث عن الهيئات ان الفيدراليات بين المهنيه تتكون من الهيئات المهنيه الاكثر تمثيليه واللي عندها الوزن الاقتصادي الاهم في كل سلسله. هنا الفيدراليه اللي كيتحدث عليها هذا السي حميد الشريف اللي هو كيمثل معيد المسوقين كيتحدث على واحد الجمعيه فيدراليه اللي لا تضم هذا الخارقه القانون في هذا الاطار هذا لانه لا يمكن ان نتحدث عن فيدراليه بين المهنيه بدون ما تحدثوا على بدون ما تكون تمثيليه ديال الشق الاهم واللي هو الشق ديال الانتاج وهي الفيدراليه المغربيه لمنتجي التمور اللي كتمثل ازيد من 50000 او 60000 منتج منخرط واللي كتمثل اربع الجهات في الصعيد الوطني. بالاضافه لهذا انه السي حميد الشريف كيتحدث على المنتوج ملي كتحدثوا على الفيدرالات البيئه المهنيه اولا كنحدثوا على الاهداف ديالها اللي هي اولا ترويج والانعاش ديال المنتوج الوطني في الاسواق المحليه والدوليه. فالسي حميد الشريف كيدير ترويج للتمور الجزائريه والتونسيه وهذا ما يتنافى مع الاهداف ديال البيئه المهنيه اللي كيهضر عليها.
المنتوج هاد 147 ألف طن اللي كيتحدث عليها السي حميد الشريف هي من الإنتاج ديال الواحات اللي كتمثلهم الفيدرالية المغربية لمنتجي التمور، وليس الجمعية ديال المنتجين العصريين اللي كيتحدث عليها اللي تيقول بأنه راه منخرط معاهم في هذه الفيدرالية الوهمية. ثانيا ملي كنتحدثوا على هاد ملي كنديروا الترويج ملي الفيدراليه بين المهنيه كتروج التمور الاجنبيه فهي كتضرب في المنتوجات في المنتوج المحلي اللي هو سميتو اللي كتعتمد عليه ازيد من 2 مليون ديال اسر على الصعيد الوطني. فواحد العدد ديال ما يزيد واحد العدد كبير ديال اليد العامله اللي كتعيش معاش واللي كتعيش من هاد المنتوج هذا. ولا يمكن ان نتحدث عن فيدراليه بين مهنيه بدون ما نتحدث على الجمعيه الوطنيه للجمعيه ذات النفع الاقتصادي اللي غير ممتله، واللي ملي كنرجعوا للواحات ديال درعا بالاخص ديال زنقوره اللي كتواجد فيها واحد اربعه ديال الوحدات ديال التسمين ديال التمور اللي هي مازال لحد الان عامر بالمنتوج المنتوج ديال التمر اللي هو في احسن جوده وفي احسن امبلاج وباثمنه مناسبه جدا. وهذا ملي كنروجوا بهذه الطريقه هذه التمر الجزائريه اللي عندنا معها خلاف اولا على الوحده الترابيه، ونروجوا التمر الاماراتيه والتونسيه والعراقيه وربما حتى الاسرائيليه، فهذا راه كنضربوا في صميم هذا العدد ديال واحد العدد ديال الساكنه اللي هي كتعيش من هذا، وبالتالي كنسبقوا في فاسميتو ديال الهجره ديال هاد 2 مليون اسره اللي كتعيش من هذا المنتوج هذا ديال الواحات. اليوم كتواجدوا امام واحد المركز ديال التجمع ديال التمور، هذا الهدف ديالو هو ان غادي يساعد الفلاحه باش يوجدوا التمور ديالهم يعني في واحد الجوده انطلاقا من التصنع، يعني انه الجوده كتجي فعلا من الحقول، ولكن تبدا الجوده من التصنع باش تحول هاد التمور هادو لوحدات ديال التبريد من اجل يعني التثمين ديالها. ولكن اللي كنصدموا به بان حنا كنمشيو كنخدموا مع الفلاحه البساطه في واحد القضيه ديال يعني واحد الكومبانيمون ديالهم، يعني تتبع ديال الفلاح الصغير من اجل باش نوصلوا ليه هاد المعلومات كامله. والدوله خدامه كدير كل شيء في هاد الوحدات من اجل يعني تثمين هاد التمور، ولكن كتصطدم بالمشكل ديال البيع، انه المنتوج ديال الفلاح الصغير ما كيوصلش للاسواق يعني، وكيتصدم بهاد المجموعه واحد اللوبيات اللي هي كتستورد التمور الخارجيه من دول اجنبيه ومن دول يعني الدول العربيه والدول الاخرى. وهاد النقطه بالضبط هي اللي كتشجع هاد الفلاح. الا هاد الفلاح ما بقاش المنتوج ديالو فين يبيعو، ولا كيتصدم بداك الكم الهائل ديال التمور اللي كيستوردوه هاد الجمعيات اللي كتستورد التمور للاسف الشديد، اللي هي كتسمي راسها التسويق ديال التمور، وكتمشي للاستيراد ماشي كتمشي باش تسوق هاد التمور المحليه ديال الفلاح الصغير اللي خاص في الحقيقه توصلوا هاد سميتو هاد يعني توصلوا باش يبيع هاد التمر ديالو باش ممكن يستمر في الاشتغال. وبالتالي فحنا يعني في هذه المراحل كل شيء اللي كنخدموا فيها، والدوله اللي كتساعدنا في اطار ما يسمى في اطار المغرب الاخضر، والان اللي كنتمناو مثلا في الجيل الاخضر باش ياخذ بها الاعتبار هذه الامور هذه. ولكن الا كانت هذه الاستمراريه ديال هذا الاستيراد بهذا الكم الهائل ديال التمور الخارجيه، ارى يعني ما يمكنش لنا نمشيو لقدام. هذه من جهه، من جهه اخرى انا كنستغرب كنقولها للشعب المغربي ويعني المواطن المغربي اللي كيستورد واحد التمور ديال واحد الدولة أجنبية اللي هي أولا معادية لنا وطنيا، وكتساهم في الاقتصاد ديالها، كتساهم في الآخر، ما عرفتش ذاك التمر كي داير. يعني ذاك التمر اللي كون خليتيه واحد أسبوع، أنا كنتحدث تخليه أسبوع واحد على برا وشوفوا كي غادي يولي. وبالتالي حنا كنشجعوا
يعني الاستهلاك ديال التمور هذه ديال هاد الدول هذو، وكنخليو الدولات ديالنا وكنخليو هاد الشعب هذا، كنخليو هاد المواطنين البسطاء كيفاش غادي نساعدوهم وكيفاش غادي نساهموا في الاقتصاد ديالهم.